بسم الله الرحمن الرحيم. وثيقة أخرى تصدر دامغة ضد الحكم الخليفي، تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي صدر قبل يومين أكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذا النظام لا يمكن أن يمارس العدالة ولا أن يحكم بين الناس بالقسط، بل أنه يسوق الأبرياء إلى السجون من خلال هذه المحاكم الشيطانية التي تأتمر بأوامر أسيادها وتتجاهل الحقيقة وتتجاهل حقوق المظلومين. هذه المحاكم التي ما فتئ من يجلس عليها يصدر الأحكام جزافا وبدون أي دليل أو تهمة حقيقية، بل إنما يصدر أحكامه بنتيجة أو تلبية للأوامر التي تصدرها الجهات العليا، القصر الملكي، العصابة الخليفية، وما أكثر الذين حكمت عليهم هذه المحكمة بالإعدام بالقتل، وما أكثر الذين برأتهم من التعذيب مع وجود الأدلة الدامغة حول تورطهم وممارستهم أبشع أشكال المعاملة الإنسانية وهي التعذيب. وبالتالي فإن صدور تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش إنما يضيف وثيقة دولية أخرى إلى الوثائق الكثيرة التي تدين النظام الخليفي. فأما آن لهذا النظام أن يرحل، أما آن لداعميه أن يكفوا عن دعم هؤلاء الشياطين، هؤلاء القتلة، هؤلاء السفاحين. التقرير يقول ببساطة أن المشكلة هي ليست أن لديه نظام عدالة لا يعمل، بل أن لديه نظام ظالم يعمل وليس نظاما عادلا. وبالتالي فلكي تقام العدالة في البحرين لا بد أن يرحل هذا النظام.